مرحبا بكم مشاهدينا في أحوال طقس يوم غد الجمعة. كتوقع مديرية الأرصاد تشكل سحب كثيفة نسبيا خلال الصباح بالقرب من السواحل الممتدة من أكادير إلى طنطان، كما كتوقع مرور سحب كثيفة وغير مستقرة مصحوبة بأمطار وزخات مطرية محلية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط. الآن خليكم مع درجات الحرارة: 20 درجة مدينة طنجة، 19 درجة مدينة وجدة، 22 درجة بالرباط، 19 درجة بفاس، 21 درجة بالدار البيضاء، 19 درجة بمكناس، 24 درجة بمدينة مراكش، 23 بمدينة أكادير، 25 درجة بالعيون و 23 درجة بمدينة الداخلة. الآن خليكم مع درجة الحرارة لهذا الأسبوع. شوف تيفي جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في واسبوعيه المشعل. اخر المستجدات كتوصلوا بها مباشره من كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، البرامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.